انت النهارده راجل بتتعالى على الانديه، حاسس ان مناخيرك فوق الانديه. لا، كل الانديه دي كلها زي بعض. وانا قلت قبل كده نادي السكه الحديد اقدم من الاهلي والزمالك، نادي الترام اقدم من الاهلي والزمالك. انا ما عادش عندي الترس خلاص، بالنسبه لي بخ وبح خلص. ولن يسمح بالترس يسافر ماتش الزمالك النجم الساحلي. خد مني انا بقى، الدوله لن تسمح، مش هتلاقي بني ادم منهم اصلا في مطار القاهره. دول اقتحموا النادي الاهلي وجروا رعايه النادي الاهلي وولعوا استاد القاهره وجابوا بول، يا مدير امن السويس جابوا بول رموه على عساكر الشرطه بتوعك، تمام، واقتحموا نادي الزمالك وضربوا نار على رئيس الزمالك وحاولوا يقتلوا عمرو فاروق اللي هو كان وزير الشباب اللي هو تبع النادي. لا، الراجل كان اخوه حتى لغايه دلوقتي. طب بيدلع مين؟ دي جماعه عربيه محظوره، مش هتخش مدرجات. هيبقى في جمهور من اعضاء جمعيه الاولمبيه، هتعمل لهم كارنيهات، الكارنيه ده يشتري تذكره او مجانيه حسب او دعوه، وهيخش جمهور. ده مش راي لجنه مسابقات، ده لجنه انديه اللي هي عينه رئيس لجنه مسابقات في الاجتماع بتاع اول امبارح مع السيد وزير الداخليه الراجل مشكورا، واتفقنا على هذا التصور ان اعضاء الجمعيه العموميه هم اللي هيخشوا المطوشه كمرحله اولى. جميل، عاديه احنا عارفينهم والاهلي عارفهم، خلاص هنسمح مثلا ب 500 واحد الاول اللي هو جمهور عادي المؤدب المحترم اللي بيخش يشجع اللي صنع مجد الاهلي وصنع مجد الزمالك بعيد عن البلطجيه دول. في اجتماع مع رئيس الوزراء ايا كان اسمه، احنا مالناش دعوه بالاسماء واختلاف وجهات النظر، انا مختلف مع على اسم رئيس الوزراء، دي قضيه القياده السياسيه اختارته، دي قضيه ثانيه هنتعامل معاها. طبعا هتعامل معاه ولا هخصمه، يعني واخد حمزه محمود طاهر انه خصم لجنه الانديه بسببي، واخد بالك؟ هنتعامل معاه. احنا لينا حقوق واحد، البث التلفزيوني اللي حضرتك قلت عليه، فلوس اللي احنا لينا عند التلفزيون حاجه و40 مليون تقريبا، رقم واحد حاجه وكام؟ 30 مليون يعني. تمام. الجلسه اللي فاتت كان الاخوه السته الاخرين اللي كانوا متعاقدين مع التلفزيون وغرفه صناعه الاعلام، كانوا مجموعه منهم تفاوضني ان احنا نحل المشكله، فقلت لا اقعدوا الاول، واعتقد انهم قعدوا، قلت لهم اتفقوا على قرار. نعمل جلسه مع الاخ محمد كامل اللي هو اللي متعاقد معاه في 14، يبقى فاضل اربعه، 13 بقى 6، 14 14 يبقى فاضل اربعه. اتمنى ومع غرفه صناعه الاعلام، انا عايز المنتج بتاعنا ده يتذاع في النهار في السي بي سي، في صدى البلد، في الحياه، في تن، في كل القنوات. ليه؟ لان كل استوديو من دول كل ما بيجود كل ما الاستوديو الثاني مع النيل الرياضه هيبقى فيه منافسه محترمه. هنعمل اجتماع مع محمد ان شاء الله باذن الله، بحيث انه اذا كان في مشكله بينه وبين بعض هذه القنوات تحل، مشكله ماديه تحل، مشكله نفسيه تحل، في النهايه المنتج بتاعنا ده ما يذاعش في النيل الرياضه بس، لانه حتى احنا بنقول الاحتكار ده محتكر الحديد، ده محتكر. انت لما بتيجي تحتكر سلع معينه ما بتجودش فيها، فالنهارده النيل الرياضه خلاص انا واخدها، وبعدين واخدها مجانا. لا، قصه مجانا دي مش هتحصل خلاص. حضرتك بتقول لي الاشاره دي اللي تدالي دي تمنها كام، وحضرتك بتشتري زي كل الناس، لكن انا هديك مجانا في الارض فقط. انت من حق حضرتك تاخد ارضي مجانا، انما حضرتك تاخد ارضي وفضائي ومش عايز تدفع الفلوس اللي عليك، لا، الكلام ده مش هيمشي، لان الدوله المفروض بتشجع الانديه ما تبقاش معرقله الانديه. في وفد هيروح يقابل وزير الشباب والرياضه علشان اشهار رابطه الانديه، دينا اشهار رخصه مؤقته، كويس؟ حتى نصدر، هتصدر هذه الرخصه، هتصدر قريب جدا ان شاء الله باذن الله. وبرده ان شاء الله ربنا يوفق يكون جدد فيه الثقه. انا عارف ان هو شخصيه محترمه، المهندس خالد عزيز شغال وشخصيه محترمه، وكلنا بندعم وجوده ان شاء الله. لكن حاج عامر حسين هو رئيس لجنه المسابقات، يتبع لجنه الانديه، هي اللي بتعينه، هي اللي بتعين اعضاء اللجنه. بقول تاني، اذا كان عنده تصور معين يقول مقترحاته للجنه، واللجنه تقول له لا ده صح وده، مع احترام الكفاءته طبعا. انما لجنه المسابقات مش منفصل عن لجنه الانديه، دي الوحيده اللائحه فمنفصل عليها في اللائحه، خاضعه للجنه الانديه، واللي بيعين رئيس اللجنه واعضاء اللجنه هم لجنه الانديه. فانا طبعا بقول الحاج عامر النهارده استدعيناه عشان يقول تصور، وبعدين اي تاجيل يعمله في الدوري ما اقولوش لوحده، انا مع احترامي الشديد ولا اعرضه على الاتحاد. الاتحاد ليس له اي صفه، ده فيه تنسيق بيبقى بين الامن واتحاد الكوره ولجنه الانديه، والكلمه الاخيره لجنه الانديه، لقصه المسابقات بالظبط، لكن التي اللي بيدير
المسابقة هي لجنة الأندية اللي بتعين رئيس اللجنة، هي لجنة الأندية. هفرح المصريين والإماراتيين وبقية الدول العربية، يعمل ماتش في السعودية أو ماتش في الكويت.